من تونس الشاعر هشام الجخ بينضم لنا من تونس. تحياتي لحضرتك استاذ هشام. ازيك يا هند؟ اولا نبدا كلامنا نعزي اهالينا المسيحيين، نعزي مصر كلها، ما نعزيش اخواتنا المسيحيين بس. كان المفروض ان احنا النهارده نقول لهم كل سنه وانتم طيبين، لكن معلش هو في اعداء للبلد بيحاولوا يعكننوا علينا مناسباتنا، وبيحاولوا يعكننوا علينا اعيادنا وافراحنا. اي حاجه تفرح مصر او اي حاجه تفرح فئه من مصر هي هم كارهينها، وهم بيحاولوا يفسدوا علينا الفرحه. اولا عايز انقل لك تعازي شعب تونس. انا من ساعه ما صحيت النهارده والجناح عندي هنا لا يخلو من أهلنا في تونس. أنا في تونس هنا لأن عندي حفلة في دوز في جنوب تونس، لكن أهلنا في تونس داخلين طالعين عليا في الأوضة بتاعتي بيعزوني. أيوة بس الشعب التونسي يا أستاذ هشام قال إيه؟ أنقل لكل الشعب المصري تعازي أهلنا في تونس هنا. حتى اتوقع ان الحفله بكره ان شاء الله هتكون في اولها وقفه حداد على ارواح شهدائنا المصريين. مصر اقوى يا هند من شويه ارهابيين، ومصر اقوى من شويه متطرفين. واي نعم هم نجحوا في ان هم يصبغوا علينا صبغه الحزن وصبغه النكد، نكدوا علينا في يوم عيد، لكن ان شاء الله مصر اقوى منهم، وان شاء الله مصر قادره على ان هي تقاوم هذا الخط الارهابي اللي ما ينفعش نقول ان هو له علاقه بالاسلام ولا له علاقه بالمسيحيه. دول ناس ارهابيين، دول ناس مجرمين. اللي يقتل واحد رايح يصلي بغض النظر عن اذا كان مختلف معاه في الدين او اذا كان ايا كان، لكن ده شخص رايح يصلي، ده شخص رايح يحتفل بعيده. ان كان يعني في شهر عينين، ان انت 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 مين علمك ان قتل الناس في اعيادهم او حتى بره اعيادهم؟ مين قال لك ان قتل الناس ده ليه علاقه بالدين ولا ليه علاقه بالتقرب لله؟ يعني مصر اقوى يا هند، وانا بنقل تعازي اهلنا في تونس هنا تحديدا في دود، لان هم داخلين طالعين عليا بيعزوني. انا بنقل للشعب المصري تعازي اهلنا في تونس، وان شاء الله مصر اقوى، وكل الشعوب العربيه مرت بهذه التجربه، وان شاء الله مصر تكون رائده في القضاء على هذه المشاهد وهذه المواقف ان شاء الله. استاذ هشام، يعني الشعر والادب والفن فين دوره الحقيقي في مواجهه الارهاب؟ يعني القوى الناعمه ومواجهه القبح بالابداع. ما هو الكلام اللي انت بتتكلميه ده، ان في تيار شعبي مساند ليهم، فنقول ان الفن يقاوم هذا التيار الفكري. لكن هي الحقيقه ان ده مش موجود. يعني الشعب المصري مش محتاج ان هو يعيد او يعاد توجيه فكره اتجاه الوسطية واتجاه الاعتدال واتجاه الوحدة الوطنية. ده مش حقيقي، مش حصلان. كلنا عايشين مسلمين ومسيحيين وسط بعض. ان كنت انت تعرفي واحد مسيحي عنده استعداد يكتل واحد مسلم، او واحد مسلم عنده استعداد يكتل واحد مسيحي، شاوري عليه. مش حقيقي، مش موجود. دول مجرمين. ده الناس اللي بتعمل كده ده شخص مجرم، وانا اتوقع انه ما يكونش مصري اصلا، انه ما يكونش عربي اصلا، انه يكون تنظيم اجنبي ضد مصر وضد المنطقه كلها. فده مش محتاج ان احنا نقول له شعر. اللي محتاجين ان يتقال لهم شعر الشعب، والشعب مش مستني هشام الجخ ولا غيره حتى علشان يتكلم في قضيه الوحده وفي قضيه حبنا لبعض. يعني انا مش محتاج اطلع في الاعلام اقول ان كان اعز اصدقائي في الصعيد كانوا مسيحيين، كان اللي قاعد جنبي على التخته في المدرسه كان مسيحي. يعني ده احنا مش محتاجين ان احنا نقوله. يعني
فلا انا يعني انا شايف ان ده تنظيم الهادي وده تنظيم مجرم، وانه لازم يقاوم من قبل الامن. وفكره ان احنا برضو نقول ان الامن هيعمل ايه والامن مسكين والامن لا يعمل لانه شغله ان هو يعمل، عمله ان هو يعمل. لا في تفكير امني في اي نعم يا ست، عارفين اللي فيه في كل دول العالم، وقلنا انجلترا وقلنا الدنمارك وقلنا وقلنا وقلنا، لكن برضو يعني مش بال كثافة دي. ما احنا عارفين فين الحتت اللي نحميها يا هند، نحميها. طيب استاذ هشام، يعني تقول ايه لاهالي الشهداء في بيت شعر؟ يعني عايزه اسمع من حضرتك بيت شعر او رساله من حضرتك للشهداء. اقول لهم خالص التعازي، يعني اقول لهم البقاء لله، اقول لهم انتم وهبتم عيالكم علشان البلد، سواء الشباب اللي كان رايح يعيط. على فكره في عمه واحده معانا في الرابطه، في عمتها او خالتها حاجه كده لسه لما هنزل مصر عارف، هي مسيحيه وعمتها توفت في الـ في الـ في الاحداث بتاعه كنيسه اسكندريه يعني. فاحنا الموضوع لامسنا، لامس كل بيت ولامس كل مجموعه ولامس كل شله اصدقاء، اكيد هيبقى فيهم حد فقد في هذا اليوم العصيب يعني. فاحنا انا بعزي كل اهلنا في مصر، بنجل كمان تعازي اهل تونس هنا لكل اهلنا في مصر. يا رب يجعلها اخر الاحزان، يا رب ما نشوفش هذه المشاهد مره اخرى، ونقف جنب البلد ونقف جنب الجهاز الامني ان كنا نعرف نساعده. طيب يعني بنشكر الأستاذ هشام الجحخ، وكان معانا من تونس.